انتي من قواعد جبهه الخلاصه الوطنيه، معناتها ديجا اعطيت تصريح سابق قلت انه القواعد متغشى وتفاجات بموقف جبهه الخلاصه الوطني وهو مقاطعه الانتخابات الرئاسيه. شعرك؟ بالله نايمن قواعد جبهه الخلاص، وكنت دافع في اتجاه المشاركه في الاستحقاق السيادي من 6 اكتوبر، لان الطريقه الوحيده لانهاء الانقلاب هو الانتخاب وليس هناك اي طريقه اخرى. ناكد على حاجه اخرى، اليوم نحن في مرحله عبور تاريخي، عشنا 14 قرن استبداد شرقي ونحن نعبر بعبور عسير كيما قيت الشعوب، راهو عبور عسير الى شاطئ الديمقراطيه والقبول بالتعدديه والتدين السلمي على السلطه. راهو اللي عشتوا امريكا اللاتينيه تيلة نصف قرن، انتخابات وانقلاب انتخابات وانقلاب، للي وصلت اليوم الديمقراطيه تهبط الشعوب تواجه الدبابه وتحميها في بوليفيا. المسار هذا بعد 50 سنه، ما نستعجلوش، يلزم يكون عندنا نفس طويل، يلزم يكون عندنا صبر طويل، ونمارسوا بنفس المسار بصدورنا العاريه، نرسخ قيم الديمقراطيه تدريجيا في اخلاقنا وفي معنا وفي ضمائرنا وفي علاقتنا مع بعضنا. ما هوش مش تجي مباشرة، ما هوش مش تجي بخطاب التخوين وخطاب التشهير، بل تجي بقراءة موحدة ترى الشارع التونسي اختلافاته هي ثروة، التنوع هو ثروة اللي ممكن باش يخلق موديل تونسي متعدد يعني الأشكال ويقدم نمو إضافة للعالم من خلال ذلك التعدد اللي فيه يمين ويسار، فيه أمازيغ وعرب، فيه فرانكوفونيين وفيه أنجلو 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 ساكسون وانسيت سويت ثقافة أنجلوكونية. يعني أذيت مشهد هذا الكل يلزم نصنع منه بديل تونسي ولكن بصبر. وبالتالي نعتقد شاركت في العملية الانتخابية رغم عسر، لأنك تلم 10,000 تزكيه وانت ما عندكش ماكين. انت من اللي ينوون ترشح انتخابات رئاسيه؟ يعني ترشحت معناها. سي بون سي يعني مترشح هذه اما راي ميلاد عسير. يعني كني ما عنديش ماكينه التجمع ولا ماكينه النهضه باش نلم 10,000 راهو تزكيه. لماذا ترشحت؟ يلزمني ننجح المسار. الديمقراطية تتطلب صمودا وتتطلب روح المغامرة وروح المضي إلى الأمام. لابد من أن ثقافة التنوع وثقافة الاختلاف تترسخ، لأن عندنا 14 قرن بثقافة الإلغاء وثقافة القتل اللي المصير الوحيد اللي يجي ضد الأمير. 14 قرن ما تتمسحش لا في عشرية سوداء ولا في عشرية بيضاء، تتفسخ ببناء بديل ديمقراطي صحيح عسير، ولكن أمام إرادة صادقة متاع شعبنا وأمام الصمود والطموح الشرعي متاع كل مثقفينا سنصل كما وصلت أمريكا اللاتينية. وكيما بلاي مش نقول لك حاجة برك تحدثوا على السجون ولا بد من الفصل، دا سيلفا لولا راهو كان في سجون بولسونارو يعجبيه، ولا بد من الفصل بين الحريات والفصل بين الاستحقاق السيادي، يلزم يتفصل. جبهة الخلاص ما تبقاش متمترسة، راي تخسر إلا كان تبقى عندها شعار واحد ووحيد هو إطلاق سراح المسجين السياسيين. هذيك قضية الناس الكل. جبهة الخلاص هي تشكلت من أجل مواجهة الانقلاب، يجب أن يكون لها تصور بلون أ وبلون بي وبلون سي كما في السنغال من أجل أن تحقق حاجة على وجه الأرض. أما التباكي مع كامل احتراماتي لكل جبهة الخلاص وأنا منهم اليوم وغدوة بعد غدوة، ولكن البقاء على التباكي وفي مربع التباكي دون المغامرة والمضي قدما في استحقاق سيادي لا يقدم بهم ولا يقدم بتونس. ترشحت الانتخابات الرئاسية تتوفر فيك الشروط فقط كما شرط ما هوش متوفر اللي هو التزكيات؟ بالله خلينا نتفق في حاجة، اكتشفت صدفة اللي ناي تونسي عندي بطاقة تعريف، دونك من حقي باش نتقدم للرئاسية. قضيت طابولون يلزم كل تونسي عنده بطاقة تعريف معناها من حقه، وفي نفس الوقت عندي اعتراض، انا نمشي نلوج على الجد الرابع يكون تونسي. يا خويا مالام الوحده الوطنيه نخدم لها مش نطعنها، لان مش يولي في تونس مواطن صنف اي اللي عنده 4 جدود تونسي ومواطن صنف ب وبتات المواطن صنف جيم. لا يا خويا، بطاقه تعريف بالنسبه لي يجب ان نناضل ان بطاقه التعريف كافيه
عندي جنسية تونسية كافية ومش لازم باش نقسم الشعب التونسي. الشروط الأخرى شنو نعملوا لها؟ الشروط الأخرى يجب أن نناضل من أجل إلغائها، يجب أن نناضل بشكل مستميت. شعب تونسي شعب موحد كيما دا سيلفا اسمه اللي جاي يلعب مع الإطوال وخذ جنسية تونسية باش يلعب مع معناها استفدنا من خدماته في كرة القدم، وبعد ذلك نقول له نو ميسيو يعني يترشح كل من هب ودب هكاك يعني لي نعتقد كيما الديمقراطية هي لا تقسم بل تجمع على أساس المواطنة. يعني يكفي بالنسبة لنا، عندي ولد خالتي في فرنسا عنده ناسيوناليتي فرونسيز، إلي أوتوماتيكومون فرونسي أبار أونتيير، جي سوي فرونكوفون، ناي من أحباء الثقافة الفرنسوية والثورة الفرنسوية، ولا بد من قيم الثورة الفرنسوية إيغاليتي فراترنيتي ليبرتي يجب أن تغرس في هذه الأرض. اللي معنى كلنا توانسة أبار أونتيير، تقسيمنا إلى صنف A وصنف B أرفضه وسأناضل من أجل أن المواطنة واحدة تجمع كل من له بطاقة تعريف وطنية تونسية خذاها، سواء باش يدعمنا في كرة القدم ولا باش يكون عالم أفادنا في الجامعات ولا يكون نامبورت كي عطيناه وقبلنا باش نعطوه الجنسية التونسية. دونك يستوي مع أي إنسان آخر على أساس المواطنة ولا للتقسيم ولا للتفريق.